اليوم إن شاء الله بندردش معاكم، ودنا تشاركونا في موضوع عبر الوسم. ودكم اليوم نخلي سحب ولا نخلي بكرة؟ وش رأيكم؟ والله ما ودنا نقطع عن شيء، خليك اليوم السحب. طيب يلا، في وسم عابر 15 انشروا أي شيء يخص الوقف وبنسحب إن شاء الله. منشن 3 أشخاص تابع حساب الجمعية، وفالكم إن شاء الله التوفيق والفوز يا رب العالمين في وسم عابر 15، وبنسحب إن شاء الله نهاية الحلقة. جماعة الخير، ودي أتكلم شوي عن القلب، شو رأيكم؟ بما أنه حنا في رمضان ودائماً النفوس يعني لازم أنها تكون صافية، وحتى في رمضان يصير يعني جماعة بعض المشاحنات وكذا، فدائماً الكلام عن صفاء القلب ونقاء أو طهارته وطيبته وقربه من رب العالمين، لا شك أنه هذا جماعة محرك رئيسي حتى للجوارح. لذلك في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت قال: ألا وهي القلب. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم و ها ترى دائما الناس يقولون قلوبكم يسكتون، قلوبكم وأعمالكم. أحسنت، هذا نص الحديث يا جماعة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ما ينظر إلى والله صورة فلان وشكله ولونه وجماله، لا 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 لا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. تكفون يا جماعة، عيشوا معي هذه العبارة اللي قالها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ارحب، الله يحييك راكان، هلا ومرحبا. زعيد عيد، يا هلا يا هلا، الله يحييك. السلام عليكم. أجل قيامك، رفع قيامك، الله يحييك. هلا أبغى السلام عليكم. نصي نصي، الله يحييك راكان يا مرحبا. الله يبقيك ويسلمك. ابن القيم يا جماعة يقول عبارة تكفون ركزوا فيها، والله أنها تكتب بماء العيون. يقول: إن القلب متى ما كان خاليا من الشهوات، صافيا من الشبهات، كان أهلا لأن ينظر الله جل وعلا إليه نظرة تقدير وإجلال. ومتى ما امتلأ قلب العبد بالشهوات والشبهات لم ينظر الله جل وعلا إلى قلب العبد ولم يطلع عليه. أسألكم بالله، أي خسارة وأي وبال وأي نكال إن الله جل وعلا يعرض على أن ينظر إلى قلبي وقلبك. جماعة، هي بالمختصر ومعتصر المختصر أن القلب مكان مقدس، متى ما دخل فيه أحد غير الله تنجس، متى ما دخل حب المخلوق خرج حب الخالق، متى ما دخل حب المعصية خرج حب الطاعة، متى ما دخل حب الشهوة خرج حب العفة. يا جماعة، ترى القلب والله ما يحرك هذه الجوارح إلا هذا القلب. القلب وش يمتلئ فيه اليوم في الدنيا، وش يفكر في قلبك، ترى بينعكس على جوارحك. إذا فكرت والقلب كان صافي والتفكير إيجابي في كل ما يرضي رب العالمين، بينعكس أنه اليد ما تبطش، والرجل ما تمشي إلا إلى ما يرضي الله، والعين ما تنظر إلا إلى ما أحل الله، واللسان ما يتكلم إلا بما يرضي الله، لأن القلب سليم فهو الذي يعطي الأوامر لكل هذه الجوارح. ومتى ما كان القلب ممتلئ بالشهوات والشبهات، تبطش اليد فيما حرم الله، وتمشي الرجل إلى ما حرم الله، وتنظر العين إلى ما حرم الله، فتكون النتيجة أن الله جل وعلا يعرض على أن ينظر إلى قلبي وقلبك. يا جماعة، هذا هو القلب، مكان مقدس، يعني ما يجتمع في هذا القلب حب المخلوق، أقصد الحب المحرم، وحب الخالق. خلاص يمتلئ القلب بحب المخلوق فما يفكر إلا في هذا المخلوق. إذا زعل وطفش راح يفضفض لهذا المخلوق، إذا صار عنده مشكلة فضفض لهذا المخلوق. لكن يا جماعة، إذا كان القلب ممتلئ بحب الله وتعظيمه والقرب منه، والله ما ينطرح إلا بين يد الله. وهذا مو معناه أني ما أشتكي لأحد من الخلق اللي بيده أن يحل مشكلتي، هذول أسباب، لكن ابتداء ما أنطرح إلا بين يد رب العالمين فأصل إلى مرضات الله، فيسخر الله لي الخلق في قضاء حاجتي. اليوم يا جماعة، كم من إنسان خصوصا في رمضان تلقى هذا يرسل لك عنده فاتورة بك تسددها، وتلقى هذا يشتكي من مشكلة تلوم في أيا كانت المشكلة، فتلقاه يلجأ للخلق، وقليل من الناس من يبدأ باللجوء إلى رب الخلق حتى يسخر لها الخلق. يا جماعة، ترى قلوب العباد
بيد من؟ بيد الله. إذا الله جل وعلا طرحت بين يديه وعلم صدقك، وأنت كمن طرحت بين يد عبد ضعيف مملوك للمالك جل وعلا، وربما يستطيع ينفعك، ربما ما يستطيع، وبعضهم أقصى ما يستطيع أنه يتعاطف معك ولا يستطيع أن يقضي حاجتك. والله إذا انطرحت بين يد الله مثل ما انطرحت بين يد المخلوق، وأنت كلك ذل وافتقار إلى الله جل وعلا، أن الله يسخر لك أسباب من الخلق من يعين على قضاء حاجتك أيا كانت الحاجة، إن كان في مال، إن كان في صحة، إن كان في وظيفة، أيا كانت. يا جماعة الخير، أذكر قصة لأحد المشاهير.